الواد حمدي فتحي عمل تصريحات مش سهل برضو. حمدي فتحي هو منين؟ حمدي فتحي يا شباب حد يعرف من بلد ايه يعني؟ دمنهور ولا ايه؟ مش سهل، ولا منوفي، ولا من المنصورة عندنا، ولا شرقاوي، ولا ايه؟ حد يعرف؟ عايزين نعرف حمدي فتحي منين. بحيرة؟ والله لاقيه مش سهل. حمدي فتحي عشان يروح الوكرة هو اللي اقنع امام عاشور يجي الاهلي، يعني جاب لي الحل الاهلي. بيعجبني انا الدماغ دي، يعني وانت بتطلب الطلب بتجيب الحل. خلص امام عاشور اهو بيقول لك انا اتكلمت مع امام عاشور، قلت له بص يا امام، طبعا كل الناس خدتها بسكت، وده حقيقه برضو يعني ما حدش يقدر ينكر يعني ان اللعيب بيلعب في نفس المكان اللي بيلعب فيه امام عاشور. فلما يقول لي امام اللي هو لعيب منافس ليه في منتخب مصر وحد بحجم امام، لعيب مش سهل، لعيب كبير جدا امام عاشور، يعني يقول لي تعالى العب في الاهلي اللي هو في نفس المكان بتاع حمدي فتحي، فده قمه الترفع يعني. ماشي موافق، حمدي فتحي لعيب مهذب فعلا، ولعيب مترفع، ولعيب محترم، ولعيب الحقيقه لم نرى منه الا كل رجوله واداء فني على اعلى مستوى على مدار 4 سنين ونص لعبه مع النادي الاهلي. الحقيقه الحق يقال مع الاهلي او مع المنتخب، لعيب راجل غير مثير خارج الملعب للمشاكل نهائيا، في الملعب يديك 90 دقيقة كما قال الكتاب، تقعدوا على الدكة مفيش مانع، في الملعب ما عندوش كل حاجة، لعيب نموذجي في نص الملعب. بس نفسه يروح قطر ونفسه يحترف، هو سنه داخل في 29 سنة حاجة كده يعني، 28 سنة، ونفسه يدوب الفلوس بتاعت قطر. فقال لك أنا إمام عاشور صديقي، تحدثت معاه قبل فترة من معسكر المنتخب قبل الماضي، قلت له إن لم يكن لديك خطوة كبيرة في أوروبا تعال الأهلي. قال لك إن ده قبل انتقاله للوكرة طبعا، بس هو كان الكلام مع الوكرة طبعا من بدري ومن رمضان اللي فات، ونفسه قال كده يعني، كانت في مفاوضات من رمضان اللي فات هو ما اتكلمش فيها إلا لما الأهلي أنهى الموسم بتاعه بكل البطولات بكل البطولات وبنجاح. فكان حمدي فتحي عمل اللعيبة دي، وكان احد الاسباب اللي امام عاشور بنى عليها قراره بانه لما يترك تجربته في الدنمارك يعود على النادي الاهلي المصري. يعني كاس العالم للانديه القرعه بتاعته يوم الخميس الجاي اتبدرت يومين، كان ميعادها السبت المقبل، وهتتلعب الخميس الجاي، بيشارك فيها طبعا النادي الاهلي من مصر، هتتلعب في شهر ديسمبر، هتنطلق يوم 12 ديسمبر المقبل في جده، في جده يعني في السعوديه، بمشاركه عدد من الانديه على راسها طبعا مانشستر سيتي، وطبعا الاهلي المصري، واتحاد جده ممثل السعودي او الفريق المنظم يعني لهذه البطوله. وهنشوف القرعه، وانا نفسي الاهلي يقابل اتحاد جده. اتحاد جده هيقابل الفريق اسمه ايه؟ السيتي، اسمه ايه الفريق النيوزيلندي اللي بيلعب كل بطوله ده؟ اوكلاند سيتي. هو هيلعب اوكلاند سيتي، اتحاد جده في اول ماتش يكسب يلعب مع الاهلي، نفسي والله يلعب مع الاهلي ان شاء الله في الدور التالي، مش بس عشان خاطر نقول ونخش في اطار المنافسه بتاعت الكره المصريه والسعوديه، الكلام ده بنقوله بهزار يعني، في الاخر الكره السعوديه كره عظيمه وكره متقدمه ومحدش ينكر المجهود اللي بيتعمل في الدوري السعودي، انما بنقعد نقول هذا الكلام في اطار التنافس الصحي والطبيعي يعني، ان نفس الاهلي واتحاد جده يتقابلوا بيبقى قمه، الاهلي والهلال لما بيتقابلوا بيبقى قمه، الزمالك والنصر لما تقابلوا كان قمه، الانديه المصريه الكبيره لما بتقابل الانديه السعوديه الكبيره بتبقى مباريات قمه، لكن كمان بتبقى مباراه جماهيريه عظيمه، الجمهور السعودي كله بيبقى مهتم، والجمهور المصري كله بيبقى مهتم، والجماهير العربيه كلها بتبقى مهتمه، بتبقى عيد يعني.